السلام عليكم، ازيكم شباب؟ برحب بكم في لقاء جديد. ان شاء الله النهارده هتكلم عن موضوع كبير ومهم، كاردياك اوتبوت. احنا قلنا التطبيقات الاكلينيكيه للكارديو فاسكولار سيستم هو علم الكارديولوجي، امراض القلب، واللي بنقابل فيها امراض مهمه، اهمها ضغط الدم وما يتعلق بضغط الدم من مشاكل الشرايين التاجيه وغيره. وعشان نفهم زي ما قلنا يعني ايه هايبر تنشن، ضغط عالي، لازم ابقى عارف الفسيولوجي اوف بلاد بريشر. وعشان افهم الفسيولوجي اوف بلاد بريشر في عندنا زي ما قلنا مقدمات مهمه، كان اهمها اول حاجه ان احنا نفهم الهارت ريت زي ما قلنا في المحاضره اللي قبل دي. وان شاء الله النهارده نتكلم عن مفهوم مهم جدا في فهمنا للبلاد بريشر وتطبيقاته من هايبر تنشن وكاردياك ديزيزز، هو ان احنا نفهم كاردياك اوت بوت. النهارده هنتعرف يعني ايه كاردياك اوت بوت، وهنتعرف على فاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت، وده مهم جدا جدا في فهمنا للكارديولوجي ان شاء الله فيما بعد. في البدايه عندنا مجموعه من التعريفات المهمه، اولها يعني ايه كاردياك اوت بوت. كاردياك اوت بوت تعريفه بسيط جدا، هو عباره عن ناتج القلب ذا فوليوم اوف بلاد بامبد باي اتش فنتريكل بيرمانت، كمية الدم اللي بيضخها كل واحد من التو فنتريكلز في زمن قدره دقيقة. طب نحسبها ازاي؟ احنا عندنا القلب بيضخ كمية من الدم في الدقة الواحدة اسمها ستروك فوليوم. فأول مفهوم عندك اللي هو the volume of blood that is pumped each beat، ده اسمه ستروك فوليوم، وهو يساوي 70 ملي. عندك قلبك بيضخ في المتوسط 70 ملي في الدقة، وده بنسميه ستروك فوليوم. طيب هو النقطة اللي بعد كده، قلبك بيدق كم مرة في الدقيقة؟ في المتوسط الهارت ريت 70. طيب لما اجي احسب الكاردياك اوت بوت يبقى سهل جدا، هو كمية الدم اللي بتتضخ في المرة الواحدة في عدد المرات، ستروك فوليوم في هارت ريت. الستروك فوليوم بيبقى متوسطه 70 والهارت ريت متوسطه 70، ويبقى كده الكاردياك اوت بوت 4900 ملي، ودايما نقربه ل 5 لتر، مع ملاحظة ان ده بيختلف من شخص للتاني. واحنا هنا يا جماعة لما بنتكلم عن الشخص المتوسط. دايما في معظم المعادلات الرياضية والحسابات لما ناخد في الافرج بيرسون، الافرج بيرسون هو الشخص اللي وزنه في حدود 70 كيلو واللي مساحة سطح جسمه 1.7 متر مربع، بيبقى عنده الكاردياك اوتبوت في حدود 5 لتر طبعا في الدقيقة. في عندنا تعريفات مهمة، في عندك تعريف اسمه End Diastolic Volume. الـ End Diastolic Volume the volume of blood that is present in the ventricle at the end of diastole. يعني المفروض إن الفنتريكل بتاعنا بيملي في الدايستول، طول ما الدايستول شغال والـ EV valve open والفنتريكلر فوليوم عمال يزيد، أقصى حجم للدم جوه الفنتريكل بيبقى في آخر لحظة في الدايستول، ونقول عليه End Diastolic Volume، وهو يساوي 130 ملي في القلب العادي. بعد كده قلبك يبدأ يضخ، يخش في السيستول، ولما يدخل في السيستول يضخ الستروك فوليوم the volume of blood that is pumped each beat، وهو يساوي 70 ملي. يبقى كان عندي ان دايستوليك 130، هما دول اللي كانوا في اخر لحظة في الدايستول واكيد في اول لحظة في السيستول، ضخينا كام منهم؟ 70، اللي سميناهم ايه؟ ستروك فوليوم. يبقى اذا في اخر السيستول هيبقى عندي حجم اسمه End Systolic Volume the volume of blood that remain in the ventricle at the end of systole، هيساوي اللي كان موجود في اول السيستول اللي هو كان موجود في اخر الدايستول اللي هو 180 مل 130 ملي، هنطرح منهم اللي ضخيناه اللي هو الستروك فوليوم. اذا ما يتبقى نقول عليه End Systolic Volume، هيبقى 130 نطرح منهم 70، يبقى حوالي 60 ملي. كده انت عرفت أربع مصطلحات مهمة، عرفت يعني إيه كاردياك أوت بوت، عرفت يعني إيه إند دايستوليك فوليوم، عرفت يعني إيه إند سيستوليك فوليوم، وعرفت كمان يعني إيه ستروك فوليوم. دي مصطلحات مهمة للغاية في الطب، والأرقام بتاعتها لازم نكون حافظينها كويس. في عندنا مصطلح برضو مهم اسمه كاردياك إندكس. كاردياك إندكس هو عبارة عن الكاردياك أوت بوت مقسوم على البادي سيرفيس اريا ان متر سكوير. يعني ايه؟ انت لما بتقول كاردياك اوت بوت لشخص فده الكاردياك اوت بوت للجسم كله. طيب احنا لما نقول كاردياك اندكس معناها الكاردياك اوت بوت قد ايه لكل متر مربع من مساحه سطح الجسم، او بمعنى تاني كل متر مربع من مساحه سطح الجسم نصيبه قد ايه من الكاردياك اوت بوت. ف
ففي الطبيعي يا جماعه ان الكاردك اوت بوت او الكاردك اندكس تساوي 3.2 من 10 لتر لكل متر مربع لكل دقيقه، 3.2 من 10 لتر لكل متر مربع لكل دقيقه، ده نقول عليه كاردياك اندكس. طيب سؤال، يعني ايه اهميه ان انا احسب الكاردياك اندكس، ان انا اجيب الكاردياك اوت بوت واشوف كل متر مربع نصيبه قد ايه، ايه فايده ده؟ ده مهم جدا يا جماعه. هو انت الكاردياك اوت بوت مش كل الناس زي بعضها، كل شخص، احنا 20 واحد كل واحد فينا له رقم مختلف، كلنا بندور حوالين الخمسة لتر بس كل واحد له رقم مختلف. وعشان نقارن الكاردياك اوت بوت اوف ديفرنت انديفيدوالز كوركتلي اور فيسيولوجيكالي لازم نحسب الكاردياك اندكس. على سبيل المثال بص الشخص ده النحيف ده اللي قدامك ده الكاردياك اوت بوت بتاعه 4 لتر. طب والشخص التخين اللي قدامك ده الكاردياك اوت بوت بتاعه 6 لتر. طيب يا ترى مين فيهم الكاردياك اوت بوت بتاعه اعلى؟ فانت طبيعي انك تقول ان الشخص التخين ده اعلى، ده 6. بس هل يا ترى الكاردياك اوت بوت ده اللي هو التغذيه الدمويه او ناتج القلب، هل يا ترى نصيب كل خليه في جسم الشخص التخين ده من الدم قد نصيب كل خليه من هنا؟ هل ده يضمن لي ان الكاردياك اوت بوت هنا اعلى، ان هنا كل خليه بتاخد اعلى من هنا؟ طيب واحد يقول لي لا ربما لان ده جسم كبير. طب ما انت لازم توحد بقى. فوحدناها ازاي؟ قلنا كل شخص هنشوف مساحه سطح جسمه بالمتر مربع تساوي قد ايه، وزي ما انتم عارفين يا جماعه مساحه سطح الجسم بالمتر مربع بنحصل عليها من حاجه اسمها دوبوات شارت. وشارت ديت بمعرفه الوزن والطول بتعرف على طول البادي سيرفيس اريا بالمتر مربع، ودي موجوده عندكم في العملي بتاع الريسبيراتوري سيستم وبتاع الميتابوليزم. الشخص ده مساحه سطح جسمه 1 متر مربع، طب وده 2 متر مربع، شوف لي بقى كده نصيب المتر مربع قد ايه من الكاردياك اوت بوت. هنا هو متر مربع واحد يبقى نصيبه قد ايه؟ 4 لتر لكل متر مربع. طب وهنا قد ايه؟ شوف بقى السته يتقسموا على 2 يبقى 3 لتر على كل، يبقى شوف هنا المتر مربع نصيبه اكتر من هنا، كنت تشوف الاول تقول ده اكتر من ده بس لما جينا نشوف المتر مربع لقينا ده اعلى من ده. اذا لمقارنه الكاردياك اوت بوت كوركتلي بتوين ديفرنت انديفيدوالز وي تشوز تو يوز ذا كاردياك اندكس. في عندنا مصطلح مهم جدا برضو في الكاردياك اوت بوت يا جماعه اسمه ايجكشن فراكشن. فراكشن كلمه شائعه جدا في علم الفسيولوجي او علم البيولوجي بشكل عام، وفراكشن معناها نسبه. فلما اقول لك ايجكشن فراكشن يعني نسبه الضخ، نسبه ضخ دم، وهي تساوي ستروك فوليوم على الاندوستولك فوليوم في 100. تمام، في الحاله الطبيعيه الستروك فوليوم 70 والاندوستولك فوليوم 130، يبقى النسبة دي في حدود 65%، دي بنقول عليها ايجكشن فراكشن، نسبة الضخ. مش صعبة، تخيل مثلا المحاضرة دي بيحضرها مثلا 100 واحد. طيب المفروض اللي في القايمة 100، طب حضر 70، طب لو قلت لك احسب لي نسبة الحضور بتحسبها ازاي؟ تقول والله حضر 70، طب واللي المفروض يحضر كام؟ 100، يبقى نسبة الحضور 70 على 100 في 100. برضه نفس الكلام لما اقول لك نسبة الضخ، هو الفنتركل فيه كام ملي؟ 130، طب ضخ كام؟ 70، يبقى نسبة الضخ 70 على 130 في 100 تساوي 65%. اهميتها يا جماعه الامبورتنس بتاع الايجكشن فراكشن دي سنسيتيف انديكيتور اوف مايوكارديال كونتراكشن، مؤشر فعال جدا جدا لقوه الانقباض. كل العوامل اللي هتقوي الانقباض هتزود الايجكشن فراكشن والعكس صحيح. مهم جدا عشان نعرف كفاءه عضله القلب يا جماعه ان احنا نحسب الايجكشن فراكشن، مهم جدا 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 عشان نعرف كفاءه عضله القلب. وعشان كده لما نحب نقيم عضله القلب في الحياه في الكلينيكال لايف بنقول للشخص اعمل لي اشعه اسمها ايكوكارديوجرافي او اشعه الايكو. تمام، اشعه الايكو دي عباره عن موجات صوتيه على القلب بين قوسين، ثمنها او تكلفتها في حدود 150 جنيه، تبقى عارف الاسعار. تمام، عشان ما تروحش تطلب من العيان تحليل ب 10000 جنيه ولا اشعه ولا حاجه، تبقى عارف الرينج كده وعارف تظبط الدنيا. المهم بيديك داتا كتير، من ضمن الداتا حاجه اسمها اي اف، ده اختصار ايجكشن فراكشن، نسبه الضخ، ده مؤشر لقوه عضله القلب. يعني لو لقيته 30 او 40 ده القلب ده يبقى ضايع، ده راجل عنده هارت فيلير او عنده كاردوميوباسي. لكن لو لقيته بقى 60 65 في الخمسينات، كل دي ارقام كويسه. نيجي بعد كده بعد ما عرفنا يعني ايه كاردياك اوت بوت وتعلمنا مجموعه المصطلحات المهمه المرتبطه بيه وعرفنا يعني ايه كاردياك اندكس وعرفنا يعني ايه ايجكشن فراكشن، هندرس دلوقتي يا جماعه فاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت، العوامل المؤثره على كاردياك اوت بوت. الدم اللي قلبك بيضخه ده ايه اللي بيأثر فيه؟
انا قلبي بيضخ الدم خلاص، بيجيب الدم من الاورده يضخها جوه الشرايين. ايه بقى العوامل اللي هتاثر؟ كلها حاجات سهله جدا يا جماعه، كلها نقدر نستنتجها. اول حاجه يا جماعه، هو القلب بيضخ دم. اول حاجه هتحدد الدم اللي بتضخ هو الدم اللي راجع، يعني هو بيضخ، القلب مش هيصنع دم. اذا اول عامل مهم جدا بيأثر على الكاردك مضبوط هو الفينوس ريتيرن، يعني الدم اللي جاي له، هو بيضخ اللي جاي له، يبقى ده اول عامل افكر فيه. رقم اتنين، انا بضخ جوه الشرايين، يا ترى الشرايين دي فيها مقاومه عاليه ولا مقاومه بسيطه؟ المقاومه جوه الشرايين دي هتأثر على الضخ، لان دي عباره عن عبء او مقاومه قدام القلب. ده اللي نقول عليه بلاد بريشر، ضغط الدم جوه الشرايين، بيقول لك عليه افتر لود. الفينوس ريتيرن يقول لك عليه بري لود، اما ضغط الدم يقول لك عليه افتر لود. دول عاملين مهمين جدا مؤثرين على الكارديك اوتبوت. العاملين التانيين برضو مهمين وسهلين جدا. هو انا عندي يا جماعه معادله سهله جدا بتقول ان الكارديك اوتبوت بتساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. يبقى اذا العاملين التانيين هجيبهم من المعادله دي، هارت ريت هنخليه العامل رقم 3، ستروك فوليوم العامل رقم 4، ونبدا نتكلم على العوامل دي ونبدا باهمهم وهو فينوس ريتيرن. فينوس ريتيرن الدم راجع للقلب هو العامل الاساسي المحدد للكاردياك اوتبوت، واي حاجه تزود الفينوس ريتيرن تزود الكاردياك اوتبوت، اي حاجه تقلل الفينوس ريتيرن تقلل الكاردياك اوتبوت. تمام. طب يا ترى وات از ذا ميكانيزم؟ ميكانيزم سهله جدا، لما الدم راجع للقلب يزيد، تمام، ضخ الدم يزيد. هي اصلا مش محتاجه ميكانيزم، بس احنا ممكن حتى نربطها بالحاجات اللي احنا اتعلمناها. لما بيزيد الفينوس ريتيرن حسب ستارلينج لو بيزيد الانيشال لينث اوف ذا كاردياك ماسل، الدم اللي جاي كتير في الاترم فبيتشد، وفي الفنتريكل كمان. حسب ستارلينج لو كان بيقول لك ذا فورس اوف كونتراكشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا انيشال لينث وذ ان ليميت، وبالتالي كل ما الانيشال لينث يزيد بزياده الفينوس ريتيرن وزياده الانتراستيريك فوليوم، ده يديك سترونج كونتراكشن، وعشان كده يزيد الستروك فوليوم. زاد الستروك فوليوم، انا عندي الكارديك اوتبوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت، اذا يزيد الكاردياك اوتبوت. انا عندي الكارديك اوتبوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت، طب انا ستارلينج لو هنا زود لي الستروك فوليوم، اذا على طول يزيد الكارديك اوتبوت. رقم اثنين، لما بيزيد الفينوس ريتيرن بيزيد الرايت اتريال بريشر. ارجع معايا كده الهارت ريت، لما بيزيد الرايت اتريال بريشر بيحصل استيميشن ستريتش ريسبتورز وباروسبتورز، فبتشغل لي ريفلكس مشهور جدا اسمه بيمبريدج ريفلكس. كان بيقول لك لما يزيد الريت اتريال بريشر او لما يزيد الكاردياك فيلنج، ده يؤدي الى ريفلكس انكريز في الهارت ريت، ده بيمبريدج ريفلكس. اذا بيزيد الهارت ريت والكاردياك اوتبوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت، اذا يزيد الكاردياك اوتبوت. جميل، يبقى ده التفسير. لكن نيجي دلوقتي فاكتورز افكتنج فينوس ريتيرن. احنا خلاص قلنا ان الفينوس ريتيرن ده العامل المؤثر الحاسم في الكارديك اوتبوت. طب الفينوس ريتيرن بقى نفسه بيتاثر بايه؟ ايه هي العوامل المحدده للفينوس ريتيرن؟ الدم راجع القلب. طيب نناقشهم حاجه حاجه. اول حاجه، حاجه اسمها بامبنج اكشن اوف ذا هارت، اللي هو الضخ الفعال للقلب. هو الدم اللي راجع للقلب، ما هو اصلا القلب اللي بيضخه، فلازم يبقى في عندك افكتيف بامبنج تو بلاد، يعني ضخ فعال للدم. علشان كده لو واحد عنده ضعف في الكاردياك ماسل، واحد عنده هارت فيلير، فطبيعي ان الكاردياك اوتبوت يقل، لان الضخ ضعيف فالدم اللي راجع ضعيف فيقل الكاردياك اوتبوت. في هنا نقطه برضو، يعني يقول لك ايه، مش بامبنج بس، يقول لك في حاجه كمان افكتيف بامبنج. يعني ايه البامبنج؟ العادي احنا قلنا ممكن يقل في حاله زي حالات الهارت فيلير، فالضخ الفعال الضخ يضعف، لكن ممكن القلب يضخ ولكن ما يبانش تاثير جوه الاوعيه الدمويه نتيجه اتساع الاوعيه الدمويه. فالقلب بيضخ زي الفل، ولكن واحد اتعرض لحاجه زي هيستامين شوك، بتتسع الاوعيه الدمويه فجاه، فالضخ بتاع القلب ما بيظهرش. ليه؟ بسبب اتساع قطر الاوعيه الدمويه، فالضغط بيقل، ده يؤدي الى ineffective pumping of blood، الحاله اللي بنسميها هيستامين شوك. فالقلب شغال عادي خالص، ممكن الشخص يموت. ليه؟ هو الاوعيه الدمويه اتسعت، فبقى كانك فتحت مستنقع كبير جدا، فالدم بيضيع جواها وما بيرجعش تاني للهارت، فيبقى في عندك ضخ ولكنه ineffective، ضخ غير فعال. ما تنساش ده القلب قدامنا اهوت، عشان الدم يرجع القوه اللي بترجع الدم دي منبعها القلب نفسه، ولو الضخ ضعيف هيبقى الرجوع ضعيف، زي ما بيحصل في حالات الهارت فيلير وحالات الكارديوميوبسي. في عندك بقى نقطة مهمة اسمها بريشر جريدينت، ده رقم اتنين في الفاكتورز ذات افكت ذا فينوس ريتيرن. بريشر جريدينت اللي هو
تدرج الضغط او فرق الضغط. فرق الضغط بين ايه وايه؟ بص يا سيدي، هو اي تدفق لسائل بين نقطتين يعتمد على فرق الضغط بين النقطتين. طب ايه هما النقطتين بتوعنا هنا؟ بص كده، انا بتكلم عن رجوع الدم للقلب، يعني الرايت اتريوم. طب الدم بيرجع منين يا جماعه؟ الدم بيرجع من هو اسمه فينس ريتار، هو مش اسمه فاسكولار ريتار، اسمه فينس. يبقى انت هتبدا من اول الفينز خالص. يبقى اذا تدفق الدم هنا يا جماعه في الحته دي كده، الضغط في البريفرال فينز وفينيولز في الحته دي كده اسمه مين سيركيلاتوري بريشر، اللي هو الضغط في البريفرال فينز اند فينيولز في الحته دي اسمه ايه؟ ام سي بي، مين سيركيلاتوري بريشر. والضغط في رايت اتريوم بنسميه رايت اتريوم بريشر. هو ده اول الفينز وده اخر الفينز. كل ما كان الفرق بين الضغط كبير بين اول فينز واخر الفينز تلاقي الدم يجري. طيب كل ما الفرق يقل رجوع الدم يقل. لو الضغط في الاثنين بقى متساوي مش في حركه للدم اصلا. في الشخص الطبيعي الام سي بي بيبقى 7 مليمتر ميركوري والرايت اتريوم بريشر بيبقى 2 مليمتر ميركوري، فالفرق 5 مليمتر ميركوري. ده اللي هو البريشر جريدينت بين البريفر فينز وفينيولز والرايت اتريوم، بين الام سي بي والرايت اتريوم بريشر 5. لما يبقى الام سي بي 7 والرايت اتريوم بريشر 2 والديفرنس اللي هو الجريدينت 5، ده بيديك فينوس ريتيرن في حدود 5. اي حاجه تزود الجريدينت عن 5 تزود الفينوس ريتيرن، اي حاجه تقلل الجريدينت عن 5 تقلل الفينوس ريتيرن. دي القاعده العامه. انا هديك بعض الارقام بس الارقام دي مش للحفظ، يعني تاخد بس فكره. شوف يا سيدي، ده الوضع الطبيعي طبعا. فشوف هنا لو زاد الام سي بي بقى 14 والرايت اتريوم بريشر فضل زي ما هو، يعني كده الفرق بقى 12. شوف بقى الفينوس ريتيرن هيزيد لكام؟ يبقى 9 لتر. لو الام سي بي قل ل 3 والرايت اتريوم بريشر فضل زي ما هو، يعني كده الجريدنت بقى 1، يبقى الفينوس ريتيرن هيبقى 1 والشخص ده يبقى الله يرحمه بقى. تمام؟ طيب في المقابل بقى لو افترضنا ان الرايت اتريوم بريشر اتغير والام سي بي فضل نورمال، يعني لو الرايت اتريوم بريشر بدا يعلى يبقى نفس النتيجه برضه. لو الرايت اتريوم بريشر بقى 7 والام سي بي 7 يبقى كده الجريدنت 0، كده نو فينوس ريتيرن، كده داس، كده توقفت الدوره الدمويه. يبقى انا عايز اكد لك على فكره ان معدل او سرعه رجوع الدم تعتمد على فرق الضغط ما بين اول الفينز واخرها. كل ما كان الفرق كبير كل ما كان تدفق الدم سريع، والعكس صحيح. الضغط في البريفر فينز والفينيولز اسمه ام سي بي، والضغط في رايت اتريوم اسمه رايت اتريال بريشر. ونبقى عارفين النورمال وعارفين لما بتغير بيحصل ايه. رقم 3 في العوامل المؤثره على الفينوس ريتيرن اللي هو حركه الريسبيريشن. يا ترى احنا بنتكلم عن انسبيريشن ولا اكسبيريشن؟ ويا ترى نورمال انسبيريشن ولا اكسبيريشن؟ طبعا مع النورمال انسبيريشن بتزيد النيجاتيفيتي جوه الشست. طبعا لو ما نرجع كده لكلام السوركس، الانترابيلر بريشر في نهايه الاكسبيريشن بيبقى سالب 3، في نهايه الانسبيريشن بيبقى سالب 6. فكل ما ناخد نفس عميق كل ما النيجاتيفيتي تزيد، ده بيزود الفينوس ريتيرن، بيزود الدم اللي راجع للقلب. يبقى في اثناء النورمال انسبيريشن فالنيجاتيفيتي بتزيد، ده عباره عن سكشن فورس، قوه بتشفط الدم، زود الفينوس ريتيرن. وفي الاكسبيريشن يحصل العكس، النيجاتيفيتي بتقل. ما هو انت عندك في نهايه النورمال انسبيريشن ماينس 6، يبقى نيجاتيفيتي اعلى، سكشن اعلى، شفط تشفط الدم من الجسم، فالفينوس ريتيرن يزيد. مع الاكسبيريشن نيجاتيفيتي بتقل، من سالب 6 بقت سالب 3، فسكشن اوف بلاد يقل، فالفينوس ريتيرن يقل. لو عملنا فرصة ريسبيريشن بقى تتوقع ان الموضوع ده يبقى اقوى. فلو انت عملت فرصة انسبيريشن ويز كلوزد جلوتس، شوف كده، باخد نفس عميق، صعب قوي الحركة دي، باخد نفس انسبيريشن وانا قافل الحنجرة دي، بيسموها مولرز مانوفر، فالنيجاتيفيتي جوه الشيست بتبقى عالية جدا، ده بيعمل ماركت انكريز في الفينوس ريتيرن. العكس بقى لو انا عملت فرصة اكسبيريشن ويز كلوزد جلوتس، يعني كده زي ما تكون انت بتشيل حاجه تقيله بيسموها الحزق، اسمها فالزالفا مانوفر، كده الضغط جوه الشيست يبقى بالبوزيتيف، ده هنا الفينوس ريتيرن يقل جدا، ايفن ان الفينوس ريتيرن ما يستوب لو احنا بنعمل سيفير ستريننج، حزق جامد، او بنعمل سترونج فالزالفا مانوفر، كده الفينوس ريتيرن بيقل ويحصل ركود للدم جوه الاورده. رقم 4 في الفاكتور ذات افكت فينوس ريتيرن ذا جرافيتي، الجاذبيه. في وضع ريكومبنت نو افكت اوف فور جرافيتي اون ذا فينوس ريتيرن وايل وين ستاندنج، الجرافيتي تبدا تشتغل. انت عندك القلب اهوت في النص، وعندك بص يا سيدي في دم نازل من فوق خلاص ودم طالع من تحت لفوق،
فالجرافيتي طبعا بتسحب من فوق لتحت. اذا جرافيتي هيلب فينوس تيرن ان ارياز اباف ذا هارت اند ديكريز فينوس تيرن ان ارياز بلو ذا هارت. جميل. انكريز فينوس تيرن ان ارياز اباف ذا هارت اند ديكريز فينوس تيرن ان ارياز بلو ذا هارت. رقم 5 فاسكولار سيستم. والنقطه دي يا جماعه نقطه فنيه جدا جدا جدا. انت عمرك ما هتبقى دكتور شاطر خلاص في الطب من غير ما تكون فاهم النقطه دي. دي اهم من كل اللي انا قلته النهارده، اللي هو تاثير تغيير قطر الاوعيه الدمويه على الكاردياك اوت بوت. تمام. وده بينعكس طبعا على ضغط الدم. بص يا سيدي، طبعا على الكاردياك اوت بوت والفينوس تيرن بشكل اساسي. خلينا في الفينوس تيرن، وهو طبعا لما ياثر على الفينوس تيرن ياثر على الكاردياك اوت بوت وينعكس على بلاد بريشر. الدايمتر اوف ذا ارتريولز. احنا نورمالي في الارتريول في عندك حاجه اسمها ارتريولر تون، يعني تون يعني انقباضه كده، يعني لا هي منقبضه على الاخر ولا مرتخيه، نص انقباض كده. والتون دي قابله للزياده والنقصان. لما يبقى عندك نورمال ارتريولر تون تؤدي الى نورمال فينوس ريتار. واحنا عندنا الارتريولز هي المين سايت اوف ريزيستنس انسايد ذا كارديوفاسكولار سيستم، مسؤوله عن 50% اوف ريزيستنس، يعني مكان المقاومه الاساسي مهم. خلي بالك المقاومه دي هي اللي بتولد ضغط جوه الشرايين، يعني حاجه مش سهله، مش حاجه وحشه يعني. تمام. طيب لو حصل بقى ارتريولر فازو كونستريكشن كده المقاومه تزيد، يعني الدم يتحبس جوه الشرايين، هو عايز يعدي الارتريولز مش سامحه. فلما يحصل ارتريولر فازو كونستريكشن توقع ان الفينوس تيرن يقل، الدم يتحبس جوه الشرايين. طيب لو الارتريولر تون قلت، يعني ليس فازو كونستريكشن، يعني بقينا ناحيه الدايليتيشن شويه، خلاص كده شلت المقاومه، فالدم يتدفق من الارتريز في اتجاه الفينز فيزيد الفينوس تيرن. تمام. طيب نيجي بقى للارتريولز. يا يعني جماعه دي زي الحنفيه كده، زي ما انت شايف الحنفيه دي زي مين سايت اوف ريزيستنس. كابيلاريز بقى، انت دي محتاجه فهم عميق شويه، الحته دي عميقه يا جماعه. الكابيلاريز نورمالي حوالي 10% من الكابيلاريز في جسمك بتبقى اوبن و90% كلوزد. طب واحد يقول لي 10% اوبن، يعني انا شغال ب 10% بس؟ لا، انت شغال ب 100%. طب ايه اللي بيحصل؟ هو 10% اوبن و90% كلوزد، وبعد كده ال 10% الاوبن بيقفلهم و10% من 90 يفتحهم، وبعد كده نبدا نعمل عمليه تبديل 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 الترنيشن. تمام. الترنيشن. تمام. يعني 10% اللي كانوا فاتحين يقفلوا، و10% من اللي كانوا مقفولين يفتحهم. عمليه اسمها فازو موشن، هندرسها ان شاء الله في الكابيلاري سيركيليشن. طيب لو النمبر اوف اوبن دي كابيلاري زاد، ايه اللي هيحصل؟ انت كده فتحت مستنقعات جانبيه لحركه الدم، كده الدم كده بدل ما يروح ستريت للفينز بدا يمشي في مسارات جانبيه، يبقى هيتعطل بقى لغايه ما يرجع تاني للفينز. اذا لو النمبر اوف اوبن دي كابيلاري زاد عن النورمال، ذيس ديكريز فينوس تيرن. والعكس صحيح، لو النسبه قلت عن كده شويه، ذيس انكريز فينوس تيرن. مهم قوي يا جماعه ده، عشان الهستامين شق. هو اللي بياخد هيستامين شوك بيحصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه، وممكن يموت فيها من غير ما يفقد ولا نقطه دم. ليه؟ لان هو اول ما بياخد يتعرض للهيستامين بيحصل اكسسيف فازو دايليتيشن، وده بيشمل الكابيلاريز، فيحصل اوبننج للكلوزد كابيلاريز. الكلوزد كابيلاريز مش هتستوعب ال 5 لتر بتاعت جسمك بس، ده هتستوعب 20 30 لتر. فالدم هيضيع جوه الكابيلاريز، يحصل له ستاجنيشن، ركود جوه الاوعيه، ومفيش حاجه هترجع للقلب. هبوط حاد في الدوره الدمويه ذيس مي كوز داث. اذا النمبر اوف كابيلاري 10%، لو زاد النمبر اوف اوبن كابيلاريز عن المعدل الطبيعي ذيس ديكريز فينوس تيرن، والعكس صحيح. نيجي بقى للفينز. الفينز بقى لو حصل فيها فازو كونستريكشن ودايليتيشن، بص يا سيدي، في حاجه اسمها حفظ وحاجه اسمها فهم. اول حاجه تحفظها ان الفينز عكس الارتريولز، وبعد كده نفهم. فلو حصل ارتريولر فازو كونستريكشن افتكر كان الفينوس تيرن بيقل. طب لو حصل فينوس فازو كونستريكشن الفينوس تيرن يزيد، العكس يعني. ارتريولر دايليتيشن الفينوس تيرن ها يزيد، لكن لو حصل عندك فينوس فازو دايليتيشن الفينوس تيرن يقل. طب ده بيرجع لايه؟ هو ايه الفرق بين الفين والارتري؟ الفين از نوت ا سايت فور ريزيستنس. المقاومه في الفينز يا جماعه قليله جدا جدا، مقاومه يعني رقم متواضع جدا جنب الارتريولز اللي كانت بتديك 50% من الريزيستنس. الفينز كاباسيتنس فيزل اوعيه دمويه مترهله لها ساعه عاليه، لو حصل فيها فازو دايليتيشن بتستوعب الدم خلاص جواها وما يرجعش للقلب. فلو حصل فازو دايليتيشن
الفينس ستان يقل مش يزيد. لو حصل فيها فازو كونستريكشن بقى اتلمت كده، الترهلات تلم، يبقى الدم اللي جواها ده كله يطلع ناحيه القلب، فالفينس ستان يزيد. اذا فينس فازو كونستريكشن انكريز فينس ستان، فينس فازو دايليتيشن ديكريز فينس ستان. سكيليتال ماسل مهمه جدا جدا، حركه سكيليتال ماسل في الفينس ستان. سكيليتال ماسل يا جماعه هيلب فينس ستان. احنا عندنا الاورده في الفينز، في الفينز اللي تحت مستوى القلب خاصه في اللور لمب فيها فالف السمامات، فيها سمامات. اول ما السمامات دي ديزايند انها الاو ان البلد يطلع لفوق بس ما ينزلش لتحت، يطلع لفوق ما ينزلش لتحت. ليه؟ عشان نقدر نقاوم الجاذبيه، زي سلالم كده يا جماعه، كان الدم بيشبط عليها يعدي من ايه؟ من هنا لهنا. يعني طبعا الفينز مقسمه لك الاورده الى كومبارتمنتس، قطاعات، ده قطاع قطاع قطاع، بحيث الدم يشبط من قطاع للقطاع الثاني لغايه ما يوصل للقلب. شوف بقى يا سيدي الفينز ديزاين انها توصل في اتجاه القلب. بص كده العضله دي لو في حاله ريلاكسيشن دلوقتي، طب العضله انقبض ايه اللي هيحصل؟ بص كده اول ما العضله انقبض الضغط زاد جوه الفينز، يجي الدم ينزل لتحت يقفل الصمام، يجي يطلع لفوق ها ضغط لفوق يفتح الصمام، يعني كده الدم يطلع لفوق، ثم العضله ترتخي ثم ترجع تنقبض، ترتخي وتنقبض. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ان العضلات عامله كما لو كانت بامبس، عشان كده يسموا الماسلز كده، الماسل في اللور لمب بيقول لك بريفرال بامبس اور بريفرال هارتس، لانها بتضخ الدم باستمرار في اتجاه القلب. بريفرال بامبس اور بريفرال هارتس لها نقول عليها مساج اكشن او مساجنج اكشن، بيقول لك عليها بريفرال بامبس اور بريفرال هارتس. افكت اوف بلاد بريشر على الكارديك اوتبوت. بص يا سيدي تاثير البلاد بريشر على الكارديك اوتبوت مش هنتكلم كلام كتير، خد المعلومه دي. تشينجز ان ذا ارتيريال بلاد بريشر داز نوت افكت كارديك اوتبوت بروفايدد فينس ستان ريمين كونستنت. لو الضغط عالي او قل لا يؤثر على الكارديك اوتبوت، بس بشرط ان الفينس ستان از كونستنت. واحد يقول لك ازاي يعني الضغط يعلى؟ المفروض ان في مقاومه زادت، مقاومة زادت قدام القلب، ده انا متوقع لما الضغط يعلى الكارديك اوتبوت يقل، متوقع لما الضغط يقل الكارديك اوتبوت بيزيد. انا بقول لك هنا صحح معلومتك ان لو اتغير ضغط الدم زاد او قل ده لا يؤثر على الكارديك اوتبوت، بس بشرط ان الفينس ستان ريمين كونستنت. بس هو الفرق في حاجه، هو الكاردياك يعني اوتبوت هو هو، بس اللي بيفرق معانا يا جماعه هو الكلفه على القلب، التكلفه، او يقول لك عليها كاردياك وورك، بمعنى ان القلب هيضخ الكمية اللي هيضخها، بس لما يبقى ضغط الدم عالي القلب بتاعنا اكزيرت اكسس وورك، يعني هو بيضخ بس بيبذل مجهود كبير، بيستهلك طاقة كتير. وفي المقابل لو الضغط قل القلب بتاعك ما بيضخش كارديك اوتبوت زيادة، هو بيضخ نفس الكارديك اوتبوت بس بطاقة اقل، يعني هو بيضخ نفسه بس ايه مرتاح. طيب لما يكون الضغط عالي بيضخ نفس الكمية بس بيبقى القلب اكزوستد، تمام؟ زي بالظبط لما يبقى عندك عربيتين ماشيين على الطريق، عربيه موديل السنه وعربيه موديل 30 سنه فاتوا، انت شايفهم في الطريق ماشيين قصاد بعض، صح؟ يعني الاثنين بنفس السرعه، بس بص للموتور بتاع العربيه الجديده بيعزف، بيعزف سيمفونيه. شوف بقى الموتور بتاع العربيه القديمه طحن 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 بيتطحن دلوقتي. اللي انت شايفه ان هم ماشيين قصاد بعض، لكن الموتور بتاع العربيه القديمه بيبذل مجهود كبير جدا وبيستهلك طاقه كتير ومتدمر، بس اللي قدامك ان هو ماشي بنفس السرعه. طيب افكت اوف هارت ريت على الكارديك اوت، ده العامل رقم 3 يا جماعه في العوامل المؤثره على الكارديك اوت. بص يا سيدي الهارت ريت ده قصته جميله جدا، فاحنا بس هنقسم عشان هي كتيره شويه، هنقسم افكت على الهارت اوف هارت ريت اون ذا كارديك اوت. اول حاجه ويز كونستنت فينس ستان، رقم 2 ويز تشينج ان ذا فينس ستان، تمام؟ اول حاجه changes in the heart rate with constant venous return with constant venous return. هنقول هنثبت الفينس ستان، نثبت الفينس ستان ده ما تتلخبطش، يعني وانت قاعد دلوقتي خلينا قاعدين، يعني with constant venous return يعني no exercise، ده with constant venous return. طيب اول حاجه with constant venous return هنقسمها لحاجتين، اول حاجه with physiological changes في الهارت ريت، ورقم 2 with pathological changes، تمام؟ او نقول عليها excessive يعني. physiological changes في الهارت ريت تمام does not affect the cardiac output، لانها بتبقى compensated بتشينجز في الستروك فوليوم. يعني ايه؟ انت عندك في الحاله الطبيعيه هارت ريت بيساوي 70 متوسطه يعني، والستروك فوليوم متوسطه 70، يبقى كده 70 في 70 4900، يعني قلنا 5 لتر. طيب بص يا سيدي لو الهارت ريت زاد
من 70 بقى 100، تمام بقى الهارت ريت زاد 100، هل الكارديك اوتبوت هيزيد؟ لا. ليه؟ لان الهارت ريت لما بيزيد من 70 الى 100 اذا مده الكارديك سايكل قلت، مده الدايستول بتقل، مده الفيلنج بتقل، فالستروك فوليوم يقل. بعد ما كان الستروك فوليوم 70 يبقى 50، اضرب لي بقى 100 نبضه في ستروك فوليوم 50، هتلاقي القيمه كام؟ 50 5000 مللي، يعني 5 لتر برضو. يعني زياده الهارت ريت كومبنسيتد بديكريز في الستروك فوليوم، لان انت لما زودت الهارت ريت شويه قللت مده الفلنج فقللت الستروك فوليوم، فيا فرحتي بزياده الهارت ريت الستروك فوليوم قل بدرجه نفس الدرجه فالتوتال واحد. في المقابل بقى لو الهارت ريت قل بقى 50، طب الكارديك اوتبوت هيقل؟ لا مش هيقل. ليه؟ 50 ده معنى كده انك زودت مده الكارديك سايكل، زودت مده الفيلنج، زودت الاستراك فوليوم. فالاستراك فوليوم بعد ما كان 70 مللي بقى الوقت 100، اضرب بقى 50 دقه في استراك فوليوم 100 تديك 5000 مللي. اذا فسيولوجيكال تشينجز ان ذا هارت ريت داز نوت افكت ذا كارديك اوتبوت، لانها بتبقى كومبنسيتد بتشينجز في الاستراك فوليوم. لكن يا ترى لو في عندنا اكسسيف تشينجز ايه اللي هيحصل؟ اكسسيف تبقى غالبا باثولوجيكال. لو الهارت ريت زاد ل 200 هل يا ترى هتبقى كومبنسيتد ولا لا؟ لو الهارت ريت زاد ل 200 ده يعني انت عندك كارديك سايكل مدتها 8.10 ثانيه، السيستول 5.10 منهم. طب لما يبقى الهارت ريت 200 يعني كده مده السيستول مش مكمله 2.10 ثانيه، 2.10 ثانيه كده مفيش وقت للفلنج، كده بيبقى الاستروك فوليوم قليل جدا، فالستروك فوليوم ممكن ينزل ل 20. اضرب لي بقى 200 دقه في استروك فوليوم 20، شوف بقى القيمه كام؟ 4000 مللي، كده الكارديك اوتبوت قل. يبقى لو في عندك اكسس انكريز، اكسس ده يعني ايه؟ الهارت ريت بقى 200 او اكتر كده، اكسس انكريز خلاص ده يؤدي الى ديكريز في الكارديك اوتبوت، وده بيحصل مع حالات الباروكسيزمال تاكي كارديا. ايه بقى، ايه رايك بقى لو حصل اكسس ديكريز في الهارت ريت؟ لو حصل اكسس ديكريز في الهارت ريت يعني الهارت ريت بقى 30، 30 ده يعني اقل من نص المده العاديه، فكده مده الدايستول كبيره جدا، فالستروك فوليوم هيزيد يبقى حوالي 130 مللي بعد ما كان 70. طيب اضرب بقى 30 دقه في 130 مللي يبقى كده كام؟ 3900 مللي، يعني مش مكمل 4 لتر. طيب مهما هنا زاد الستروك فوليوم بس كود نوت كومبنسيت النقص الكبير اللي حصل في الهارت ريت. اذا فيسيولوجيكال تشينجز ان ذا هارت ريت كان بي كومبنسيتد. باثولوجيكال اكسسيف تشينج سواء كان اكسسيف انكريز زي الباروكسيزمال تاكي كارديا او ديكريز زي الهارت بلوك، ذس كان بي كومبنسيتد ولازم الكارديك اوتبوت بيقل. في المقابل بقى ويز تشينج في الفينس، خلي بالك في كل الاحتمالات اللي قلتها ديت ويز كونستنت فينس ترن، لا بقى انا هجي لك بقى ويز تشينج في الفينس ترن، يعني الفينس ترن زاد تمام. فعندنا هنا عندنا الكارديك اوتبوت، لا هنا الكارديك اوتبوت يزيد بقى، يزيد من 7 الى 8 مرات زي مثلا في حالات الاكسرسايز. فحالات الاكسرسايز يا جماعه الهارت ريت بيزيد لغايه من 70 ل 200، يعني زاد كام ضعف؟ حوالي 3 اضعاف. طيب هل الهارت ريت زاد الستروك فوليوم يقل؟ لا، انت هنا الفينس ترن زايد، انت هنا مش الدنيا ثابته زي اللي انا قلته دلوقتي، لا ده انا عندي هنا الفينس ترن يعني عندي الهارت ريت زايد وعندي الستروك فوليوم زايد وعندي الفينس ترن زايد، فالستروك فوليوم بيزيد كمان 3 مرات، يعني الستروك فوليوم زاد 3 مرات والهارت ريت زاد 3 مرات، يبقى الكارديك اوتبوت هيزيد 9 مرات لانه حصل ضرب الاثنين في بعض. اذا لو حصل زياده في الفينس ترن تمام يبقى كده زياده الهارت ريت هتؤدي الى زياده الكاردياك اوتبوت. اخر ايتم هتكلم فيه وانا عارف ان الموضوع بتاع النهارده طويل شويه، effect of strength of ventricular contraction on the cardiac output. تمام؟ لو اتغيرت قوه الكونتراكشن يا جماعه، لو strength of ventricular contraction اتغيرت تمام؟ يا ترى ده هيأثر ازاي؟ ده شيء منطقي جدا يا جماعه، احنا قلنا كارديك اوتبوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت، اي حاجه تزود السترنس يبقى تزود الستروك فوليوم، يبقى اذا هتزود الهارت ريت، اذا هي علاقه طرديه، اي حاجه تزود قوه الانقباض هتزود الستروك فوليوم هتزود الكارديك اوتبوت. ولكن زي ما احنا عارفين ان قوه الانقباض بيحكمها قانون ستارلينج، ستارلينج لو اللي بيقول ان انكريز ان ذا انيشال لينث اوف ذا كارديك ماسل ده يؤدي الى انكريز ان ذا فورس اوف كونتراكشن، يعني ما ننساش هنا
حته ان قوه الانقباض مرتبطه بالانيشال لينث وده اللي بينظمه ستارلينج لو. كل ما نزود الاندستريك فوليوم وده بيحصل مع زياده الفينوس تيرن، كل ما يزيد الفورس اوف كونتراكشن يزيد الستروك فوليوم ويزيد الكاردياك اوتبوت. كده شرحت لكم دلوقتي اهم الايتيمز في الكاردياك اوتبوت. ان شاء الله استنى محاضرات محاضرتين في البلاد بريشر وبعض المحاضرات في السبيشال سيركيليشن قريبا جدا ان شاء الله نتكلم فيها. اشكركم والى اللقاء.